السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لنص وظيفي جديد، وهذا النص يندرج ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الأولى مغاربة العالم، المرجع مرشدي في اللغة العربية المستوى الخامس في طبعته الجديدة، طبعة 2021. تحت طلبكم بزاف ديال المتتبعين طلبوا مني هاد الطبعة الجديدة، كنتمنى ان الفيديوهات ينالوا الاعجاب ديالكم. الاحظوا واتوقع، ماذا ترى في الصورة وعما تعبر؟ ماذا ترى في الصورة وعما تعبر؟ اذا نلاحظ في الصورة مجموعة من التلاميذ، وفي مقدمة الصورة تلميذتان داخل حجرة الدرس. أما بالنسبة للصورة الثانية فنلاحظ أن إحدى الفتاتين أصبحت تشغل منصبا مهما في الدولة، من خلال ما نلاحظه في المراسم المقامة. إذن نلاحظ في الصورة مجموعة من التلاميذ، وفي مقدمة الصورة تلميذتان داخل حجرة الدرس. ونلاحظ في الصورة الثانية أن إحدى الفتاتين أصبحت تشغل منصبا مهما في الدولة، من خلال ما نلاحظه من المراسم المقامة. إذا هذه الملاحظة الأولية للصورتين المرافقتين للنص. السؤال الثاني من ألاحظ وأتوقع، ما علاقة الصورة بعنوان النص؟ ما علاقة الصورة بعنوان النص؟ إذا العلاقة بين الصورة وعنوان النص يمثلان، الصورة والعنوان النص يمثلان مسار امرأة منذ كانت صغيرة حتى أصبحت تتقلد منصبا مهما. إذا العلاقة بين الصورة والعنوان أنهما يمثلان مسار امرأة منذ كانت صغيرة حتى أصبحت تتقلد منصبا مهما. إذن مسار امرأة، سأقرأ فقرة أو فقرتين من هذا النص وأكتفي لأن النص طويل جدا، ثم ننتقل للإجابة على الأسئلة المرافقة لهذا النص. مسار امرأة، كانت نجاة بلقاسم طفلة من قرية بني شيقر الجبلية الصغيرة في شمال المغرب، كانت ترعى الغنم في قريتها الصغيرة، وعندما صار عمرها 4 سنوات التحقت مع أمها وشقيقتها الكبرى بأبيها الذي غادر القرية وأصبح عاملا في البناء بفرنسا، لتشهد هناك ولادة أشقائها الخمسة. ظلت نجاة وهي فتاة تنتقل بين قريتها الصغيرة خلال العطل المدرسية وأحياء فرنسا الفقيرة وقت الدراسة، لكن ولوجها المدرسة لعب دورا كبيرا في حياتها الشخصية، لأن المدرسة ساعدتها على الانفتاح على العالم والاندماج في مجتمع بلاد الغربة. لم تكن طفولة نجاة بالقاسم يسيرة في فرنسا، فقد ترعرعت في حي فقير بمدينة أبيفيل الواقعة شمال فرنسا، ثم انتقلت إلى مدينة أميان. كان الرجال والنساء في عائلتها موزعين أدوارهم، الرجال يعملون والنساء يرعين الأطفال في البيوت. ورغم ذلك شجعت الأم أبنائها السبعة على الدراسة وساعدت الفتيات على أن تصير لهن شخصيات مستقلة، ولأنها لم تكن كثيرة الاتصال بالناس فقد باتت تقضي معظم وقتها في المطالعة، مما ساعدها على التفوق الدراسي والالتحاق بكلية الحقوق ثم كلية باريس للدراسات السياسية العليا. إذن سأتوقف عند هذا الحد، كما أخبرتكم النص طويل أكثر، يعني طويل كثيرا. ننتقل للإجابة على الأسئلة المرافقة للنص. إذن أفهم وأحلل، أحدد ما فهمته من العنوان مسار امرأة، معنى نجحت،
أم سافرت أم عادت. إذا ما فهمت من العنوان أن هذه المرأة مسار امرأة أنها نجحت. نجحت. أختار كلمة من الكلمات الآتية ثم أضعها في الخطاطة وأنجز. إذا سنختار كلمة ثم نضعها في هذه الخطاطة. إذا خارطة الكلمة، هذه تسمى خارطة الكلمة. إذا سأختار من الكلمات نستمر ونجحت. سأبدأ بنجحت. إذا نجحت، نوع الكلمة فعل، نوع الكلمة فعل. مرادفها، مرادف الكلمة تفوقت. تفوقت. الضد رسبت. تكوينها في جملة، نجحت العالمة مثلا، نجحت العالمة في اكتشاف علاج للمرض. إذا الكلمة الأولى نجحت، نوعها فعل، مرادفها تفوقت، الضد رسبت، تكوينها في جملة، نجحت العالمة في اكتشاف علاج للمرض. هذه بالنسبة لكلمة نجحت. الكلمة الثانية التي سأختارها نستمر. إذا نستمر، نستمر، نواصل، فعل، نوع الكلمة فعل، مرادفها نواصل، ضدها نتوقف. إذا تكوينها في جملة، نستمر في شرب الدواء حتى نشفى. إذا أعيد، نستمر، نوع الكلمة فعل، مرادفها نواصل، ضدها نتوقف. تكوينها في الجملة، نستمر في شرب الدواء حتى نشفى. أتمنى أن يكون واضح. ننتقل للصفحة الموالية. أملأ البطاقة التعريفية الآتية لنجاة بالقاسم. إذا ما هو اسمها؟ اسمها نجاة بالقاسم. مكان ولادتها قرية بني شيقر. مهنة أبيها عامل بناء في فرنسا. عامل بناء، نكتفي بعامل بناء. عدد إخوتها خمسة. المدينة الأولى التي سكنتها بفرنسا أبيفيل. المدينة الثانية التي سكنتها هناك أميان. إذا اسمها نجاة بالقاسم، مكان ولادتها قرية بني شيقر، مهنة أبيها عامل بناء، عدد إخوتها خمسة، المدينة الأولى التي سكنتها بفرنسا أبيفيل، المدينة الثانية التي سكنتها هناك أميان. أصل بين كل عنصر ساعد نجاة في حياتها بما يناسب. إذا لدي الأم، المدرسة، المطلع. إذا الأم كانت تساعد نجاة بالقاسم في الذهاب إلى المدرسة. الأم ساعدت نجاة في الذهاب إلى المدرسة. المدرسة ساعدت نجاة في الاندماج في مجتمع فرنسا. المدرسة ساعدت نجاة في الاندماج في مجتمع فرنسا. بالنسبة للمطالعة، ساعدت نجاة في التفوق في الدراسة، على التفوق في الدراسة. إذا الأم الذهاب إلى المدرسة، المدرسة الاندماج في مجتمع فرنسا، أما المطالعة فقد ساعدت نجاة في التفوق في دراستها. أعين المؤسسة التي لم تدرس فيها نجاة. هل هي كلية الحقوق، كلية الآداب، أم كلية باريس؟ ما هي الكلية التي لم تدرس بها نجاة؟ إذا الكلية التي لم تدرسها نجاة هي كلية
الآداب كليته الآداب. أرتب الوزارات التي ترأستها نجاة. عندنا حقوق المرأة، التعليم، الشباب والرياضة. إذا الوزارات التي ترأستها تباعا نجاة بالقاسم، أول وزارة هي وزارة حقوق المرأة، تليها وزارة الشباب والرياضة، ثم وزارة التعليم. إذا ترأست بداية حقوق المرأة، وزارة حقوق المرأة، ثم وزارة الشباب والرياضة، وأخيرا وزارة التعليم. ما حق الأطفال الذي دافعت عنه نجاة بالقاسم؟ إذا حق الأطفال الذي دافعت عنه نجاة بالقاسم لدينا حق الصحة، حق التعلم، حق الحماية، وحق الرعاية. إذا الحق الذي دافعت عنه نجاة بالقاسم هو حق التعلم وحق الحماية وحق الرعاية. تمرين رقم 8، أجسد في حوار مع زميل أو زميلة لي معنى ما قالته نجاة بالقاسم وما قالته أمها. إذا داخل القسم سوف تقومون بتجسيد حوار مع زميلكم أو زميلتكم معنى ما قالته نجاة بالقاسم وأمها. ليس عيبا أن نفشل طالما أننا نستمر في المحاولة. لا تقلقي يا بنيتي، إن بالحياة خيالا وأحلاما. إذا ننتقل للتمرين رقم 9، أحول الفقرة باستعمال ما يناسب من العبارات الآتية. لأنها، بما أنها، ما دام أنها، فإن. إذا ترعرعت في حي فقير. إذا ما دام أنها، ما دام أنها ترعرعت في حي فقير فإن طفولة نجاة بالقاسم لم تكن يسيرة في فرنسا. إذا ما دام أنها ترعرعت في حي فقير فإن طفولة نجاة بالقاسم لم تكن يسيرة في فرنسا. إذا نهاية الفيديو، بقي شوية ديال الوقت، غادي نعاود نقرأ لكم النص ثم نغلق الفيديو. مسار امرأة. كانت نجاة بالقاسم طفلة من قرية بني شيقر الجبلية الصغيرة في شمال المغرب. كانت ترعى الغنم في قريتها الصغيرة. وعندما صار عمرها 4 سنوات التحقت مع أمها وشقيقتها الكبرى بأبيها الذي غادر قريته وأصبح عاملا في البناء بفرنسا لتشهد هناك ولادة أشقائها الخمسة. ظلت نجاة وهي فتاة تنتقل بين قريتها الصغيرة خلال العطل المدرسية وأحياء فرنسا الفقيرة وقت الدراسة، لكن ولوجها المدرسة لعب دورا كبيرا في حياتها الشخصية، لأن المدرسة ساعدتها على الانفتاح على العالم والاندماج في مجتمع بلاد الغربة. لم تكن طفولة نجاة بالقاسم يسيرة في فرنسا، فقد ترعرعت في حي فقير بمدينة أبيفيل الواقعة شمال فرنسا، ثم انتقلت إلى مدينة أميان. كان الرجال والنساء في عائلتها موزعين أدوارهم، الرجال يعملون والنساء يرعين الأطفال في البيوت. ورغم ذلك شجعت الأم أبنائها السبعة على الدراسة وساعدت الفتيات على أن تصير لهن شخصيات مستقلة. ولأنها لم تكن كثيرة الاتصال بالناس فقد باتت تقضي معهم وقتها في المطالعة، مما ساعدها على التفوق الدراسي والالتحاق بكلية الحقوق ثم كلية باريس للدراسات السياسية العليا. دخلت نجاة عالم السياسة وهي شابة، فنجحت في مسيرتها إلى أن أصبحت وزيرة لحقوق المرأة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية، وبعدها أصبحت وزيرة للشباب والرياضة، ثم انتقلت إلى منصب وزيرة للتعليم، وهو منصب رفيع المستوى تولته قبلها شخصيات بارزة في فرنسا. في هذا المنصب آمنت نجاة بأن التعلم في المدرسة يجعل الناس يشعرون بأنهم ينتمون إلى مجتمع واحد يعيشون فيه أحرارا متساويين، ولهذا دافعت
عن حق الفتيات والأطفال والفقراء في التعلم، وأرست قوانين لحمايتهم ورعايتهم. إن مسيرة نجاة بالقاسم ذات الأصول المغربية ليست عادية لأنها من النساء المهاجرات، لكنها شجعت على الدوام باقي الأطفال المهاجرين على عدم التخلي عن أحلامهم. فهي تقول إنه ليس عيبا أن نفشل طالما أننا نستمر في المحاولة. وفي كل حين تتذكر ما كانت تقوله أمها التي لم تتعلم في المدرسة: لا تقلقي يا بنيتي، إن بالحياة خيالا وأحلاما أكبر مما تتصورين. وبهذا تعلمنا نجاة أن التعلم والدراسة طريق للوصول إلى القمة، وها هي اليوم تعود بعد أن اكتسبت خبرة كبيرة إلى موطنها الأصلي لتدرس بجامعة محمد السادس بمراكش، وتنشر حصيلة عملها خدمة لوطنها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.